مرحبا بجميع الأصدقاء المتابعين. اليوم رايحين نشوف تنوع الأشجار والنباتات في بحيرة الداوز. يلا جهزوا الشاي والبشار لحتى نشوف الحلقة مع بعض. تتميز حديقة بحيرة الداوز بالتنوع الكبير في الأشجار والنباتات، وهلأ راح ناخدكم بجولة نشوف في هذا التنوع. هاي الشجرة من أغرب الأشجار اللي شفتها بحياتي، أنا بسميها شجرة فروة الثعلب لأنه ثمارها فعلا مثل فروة دنب الثعلب. ولما تمسكها فعلا بتحس كأنك ماسك فروة سميكة وقوية متماسكة، حتى لما تفركها ما بتتفتت وبتضل متماسكة. هلأ رح نشوف نبتة أنا بسميها نبتة العروق الحمراء لأنه شكلها مثل العروق ولونها أحمر غامق. بشوف هاي النبتة بيزرعوها كتير عند الأماكن اللي بدهم يعملوا فيها أسوار حتى تعمل مثل سور طبيعي. سبحان الله، شوفوا هاي الشجرة كيف شكلها، اللي بيشوفها بيقول كأنه أغصان مرماية على الأرض، بس هي مو أغصان مرماية على الأرض، هي شجرة وجاية أغصانها موازية للأرض. فعلا شكل غاية في الغرابة. أنا تعمدت أوقف عند هاي الشجرة أول شي لغرابة شكلها، تاني شي لأنه هاي الشجرة بالصيف هي من أجمل وأروع الأشجار. هاي الشجرة يا جماعة هي شجرة السماء، السماء هذا اللي بنحطه توابل مع الأكل. هاي الأغصان اللي هلأ شايفين ما فيها ولا ورقة بالصيف بتصير محملة بشكل كبير بثمار السماء، بيكون شكلها هيك مثل مثلثات بنهاية كل غصن، مثلثات حمرة مثل الدم. ونحن رايحين نكتشف الغابة، لقينا في أشجار سماء مزروعة ولقينا أنه ثمار السماء بدت تظهر عليها. طبعا بنهاية الصيف أو ببداية الخريف عدد هاي الثمار بيكون أكتر بكتير في هاي الأشجار، وبيكون حجمها أكبر وبيكون لونها غامق أكتر. وأنا رايح أكتشف الغابة تبع بحيرة الداوز شفت شجرة مختلفة تماما، شجرة لفتت نظري بشكل كبير لأنها مختلفة عن بقية الأشجار بشكل كامل. هاي الشجرة اللي بشوفها بيقول كأنها منحوتة نحت أو كأنها تحفة فنية أو أنها مصنعة بشكل خاص. هاي هلأ نحن وصلنا لعند الشجرة وراح نشوفها بشكل أوضح. وهي هلأ عم نتابع جولتنا لحتى نشوف أنواع وأشكال تانية من النباتات. هاي شجرة كمان من الأشجار الغريبة اللي شفتها في حديقة الداوز، لأنه أغصانها نازلة على الأرض ومخلي الشجرة تبين مثل غرفة معزولة. هلأ بجوز ما كتير باينة لأنه أغصانها يابسة، لكن لما تنمو فيها الأوراق وتكبر الأوراق فيها فعلا بتبين كأنها غرفة معزولة. وهي هون مثل كأنه بوابة للدخول إلى. وهي هون عنا شجرة تانية من نفس النوع.
وهي هون أكتر شيء لفت نظري، أشجار لون أوراقها مثل لون الذهب، سميتها أشجار الذهب، فعلا من أحلى أنواع الأشجار اللي أنا شفتها. وهي شجرة الذهب تاني ألفت فيها الكلمات التالية: لها بريق أضاء الدنا بلا مدد، لم أدري أكان خيالا أم كان ضربا من العجب، لها بريق ثغر ولمعان دينار وسحر شرق وحاملات من القصب، أمعنت فيها وتحققت من هويتها ولم أجدها سوى أوراق من الذهب. وهي شجرة تانية لون أوراق فضي، سميتها أشجار الفضة. وهي أشجار مليانة زهر مثل العناقيد، سميتها أشجار العناقيد، فعلا منظرها كتير حلو. بحيرة الداوز بحيرة مانا صغيرة، وفي جندي مجهول هو اللي كان يساعدنا بالتنقل بين أجزاء البحيرة وحديقتها، وخلانا نكتشف كتير أماكن وساعدنا نخوض كتير مغامرات. أظن أنه هلأ حان الوقت لحتى نعرف عن هذا الجندي المجهول. دراجة هوائية من طراز جبلي من شركة فايكينج تريل، فرامل مع نظام سسبنشن سيستم، مساعدات أمامية وخلفية هيدروليكية، محرك 8 سرعات من شركة شيمانو، مجهز بثلاث بكرات أمامية وثمان بكرات خلفية، والإطارات حجم 26. وهلأ بعد ما عرفنا مين هذا الجندي المجهول منوجه له شكر خاص، ونتمنى أنه يضل يساعدنا بالرحلات والمغامرات القادمة. وهي هلأ رايحين بالحديقة على منطقة كلها ورود. أول ما شفتها حسيت حالي عند أشجار الورود باليابان. هلأ هيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا بحلقة اليوم. إن شاء الله تكون أيامكم كلها ورود وسرور،
ولا تنسونا من الشيرات واللايكات والسبسكرايبات والكومنتات كمان. تفاعلوا معنا يا جماعة واذكرونا شو أكتر شي عجبكم بهي الحلقة، لأنه راح نشوفكم بحلقات قريبة. مع السلامة.